الديار وتنا الليل تنا وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. أمين تعال يا حبيبنا تعال أرواحنا بتنادي حقق وعدك وبسط نفاق ده شعبك مستني. أمين تعال يا حبيبنا تعال أرواحنا بتنادي حقق وعدك وبسط نفاق ده شعبك مستني. وتنا الليل تنا وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطن الديار. وتنا الليل تنا وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطن الديار. قلبه حنين حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قلبه حنين حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة. نادى علينا وبقى لينا بينا ومرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة تعلى الموجة ونعلى معاه. نادى علينا وبقى لينا بينا ومرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة تعلى الموجة ونعلى معاه. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة. الحلم وجالنا أوام ألف وعوده إن وجوده تملي معانا أمل وسلام. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة. عنده
حرسنا وإيد وسيلة هيعدينا لحد سماء مهما الغربة بلنا صعبة هترسل مركب وهنلقاه أنت حرسنا وإيد وسيلة هيعدينا لحد سماء مهما الغربة بلنا صعبة حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنم بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة هو الكلمة لولا مسكة ايدك انت كنت اضيع ويا اللي ضاع انا مش افضل من اللي خان وانكر واللي باع قلبي مديون لك يا غالي وعمري كله هعيش اسير بفتكر لك كل خير ياللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش الإحسانات ياللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش الإحسانات ياللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش الإحسانات كل ثانية عمري عدت لو هتحكي تقول كتير كل نبضة قلبي غني بفتكر لك كل خير كل ثانية عمري عدت لو هتحكي تقول كتير كل نقطة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير بفتكر لك بفتكر راسي وأقول صغير بالصليب أنا صرت واجد في المسيح نعم المصير ده اللي خلاني أجي ساجد وأحمي راسي وأقول صغير بالصليب أنا صرت واجد في المسيح نعم المصير بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك
بفتكر لك بفتكر لك كل خير بفتكر لك كل خير لولا مسكي ايدك انت كنت اضيع ويلي ضاع انا مش افضل من اللي كان وانكر واللي باع لولا مسكي ايدك انت كنت اضيع ويلي ضاع انا مش افضل من اللي كان وانكر واللي باع قلبي مديون لك يا غالي وعمري كله أعيش حسين نعمتك رافد حالي راح تكمل يا قدير قلبي مديون لك يا غالي وعمري كله أعيش حسين نعمتك رافد حالي راح تكمل يا قدير بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير بفتكر لك كل يسوع بيدور عليا في وسط الجبال العالية يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين لازم يوصل لي ادور على راحتي بعيد وربت فاكر ابقى سعيد رحت ادور على راحتي بعيد وربت فاكر ابقى سعيد ودي حالي بعيد عن راعية الدنيا كلها حواليا ودي حالي بعيد عن راعية الدنيا كلها حواليا خروف ضل وشريك خروف ضل وشريك يا صعبي دور عليا في وسط الجبال العالية يا صعبي دور عليا في وسط الجبال العالية يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين لازم يوصل ليا لازم يوصل ليا طرق صدرات
الله الحنون، ده جنبك من أجلي مطعون، من يحميني من الأشواك ومن يمنع عني الهالات، من يحميني من الأشواك ومن يمنع عني الهالات. بطرك جاي يا يسوع، بطرك جاي يا يسوع، يا صعبي دور علي في وسط الجبال العالية، يا صعبي دور علي في وسط الجبال العالية، يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين، يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين، لازم يوصل ليا، لازم يوصل ليا. وشفت يسوع قرب مني وصوته الحلو فرحني، وشفت يسوع قرب مني وصوته الحلو فرحني، ده إلهي فرح لما لقاني، كان تعبان خالص علشاني، ده إلهي فرح لما لقاني، كان تعبان خالص علشاني، من الأخطر أنقذني، من الأخطر أنقذني، يسوع بيدور عليا في وسط الجبال العالية، يسوع بيدور عليا في وسط الجبال العالية، يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين، يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين، لازم يوصل ليا، لازم يوصل ليا. من قلوبنا بنشكر ربنا على انه جدد وعده ولقائنا بيه مع قدس ابونا مكاري يونان، بنقول له الحمد لله على سلامتك. ربنا ما يغيبك عننا يا ابونا. أنا دخلت قبل ما يخلصوا ترنيم عشان ما تسقفوش، وبرضو مش بس يا حسين النور يتقطع. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنشكر ربنا كتير انه جابنا مره تاني قدامه وشرفنا ان احنا نتكلم عنه ونشهد له، ودي بركه كبيره، ويا بخت الإنسان اللي عايش معاه وتابع خطاه متمتع بحماه
بركة كبيرة. لكن يا ويلي الإنسان اللي عايش للدنيا وللجسد وللشهوات مسكين. فإحنا نشكر ربنا اللي بيجمعنا عشان يفرحنا ويعزينا، هو اللي بنرحب بيه بس، رب المجد يسوع مش بالناس. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، ولا قبل ما أقول الأسئلة، كان من اللي بيقولوا لي في أطفال بيتعالجوا في مستشفى 57، ولو اني كاتبينها هنا 75، وعاملين عمليات، موجودين في الكنيسة الصغيرة، كلنا نصلي من أجلهم، وأيضا نصلي من أجل الناس المتألمين النهاردة. لا بلاش الحاجات دي، الناس اللي حصل حوادث في حياتهم وشباب وشابات ماتوا، نصلي ربنا يعزي الجميع. أمين. دلوقتي مع بعض الأسئلة، واحد بيقول هل الرب بيختار الأنبياء قبل أن يولدوا، ولا بعد الولادة يتم اختيارهم ليكونوا أنبياء؟ يعني هل موسى النبي ولد موسى النبي، ولا اتولد موسى وبعد كده أصبح موسى النبي؟ أي من هو اتولد موسى النبي، ومش بس لما اتولد، دول معروفين من قبل تأسيس العالم، والرب مرقم عظامه في بطن أمه. الذين سبق فعرفهم، فمن قبل تأسيس العالم الله الكامل المعارف، عارف كل شيء وعارف كل إنسان، وعارف فلان ده هيتولد هيجي موسى النبي، مش لما اتولد عمله نبي، لا، عارف كل شيء كل شيء. فيتكلم عن عمومية الناس، وللذين سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم أيضا ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ويكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. الذين سبق فعرفهم منذ الأزل، سبق فعينهم منذ الأزل، يعني معروفين عنده منذ الأزل من قبل تأسيس العالم. ولما جم هنا في العالم الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، لما جينا في الأرض هنا دعانا، والذين دعاهم فهؤلاء مجدهم أيضا، إلى آخر من الكلام. واحد بيقول هل لازم أقف وأنا بصلي؟ أنا مش بقدر أقف وأنا بصلي، هل ربنا يستجيب لصلاتي ولازم أقف وأنا بصلي؟ لا يا ابني، ربنا مش بالصورة اللي العالم صورها لينا. هو في مفاهيم برانية دخلت لينا إن ربنا ده مخوف ومرهب ومرعب ومنتقم وجبار. ربنا مش بتاعنا مش كده، ربنا طيب جدا على قد ما تقول، حنين جدا على قد ما تقول، متسامح جدا على قد ما تقول. قول كل صفة حلوة في ربنا، بحيث هقول لك ممكن إنسان يكون عمل اللي ما يتعملش اللي ما يتعملش، وبعدين يجي يرجع عند ربنا حتى من قبل ما يقول له سامحني، ياخده في حضنه ويقول له ايه ولا كلمة. هو ده إلهنا اللي بنعبده. خلي بالكم ان احنا استوردنا افكار ومفاهيم من العالم البراني،
إلهنا له منتقم ولا جبار، إلهنا متسامح غفور يغفر كل شيء. وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى والخطية وكل أثيم حتى دمس دخلوا النعيم، زكى والخطية وكل أثيم حتى دمس دخلوا النعيم، مسيحي حلو واتحب مكانه جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل، أن تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل. ده مسيحنا، مسيحنا الحنين جدا جدا. انسى كل الافكار اللي استوردتها من العالم ان ربنا ممكن يعمل ويسوي فيا، ولا الفاظ العالم ده ربنا مش بيحبني، ده ربنا هيعمل ويسوي فيا، ده مش كلامنا ومش افكارنا. الهنا طيب جدا. شوف الولد الضال عمل اللي ما يتعملش، ولما رجع لقى ابوه مستنيه، لما رآه من بعيد تحنن ووقع على عنقه وإيه وقبله، ومرضيش يسمع منه ولا كلمة. حتى لما الولد جاي يقول خليني زي عم، قفل بقه، اوعى تقول كده، انت ابني، ابني هذا كان ميتا ايه فعاش. اما تيجي في الصلاة يا حبيبي، ربنا مش بيحاسبنا الحساب العسير اللي العالم صوره لنا. طب انا هقول لك حاجة، ايه رأيك في اليوم العظيم العظيم، يوم الكنيسة، يوم الخمسين، لما حل عليهم الروح القدس، تفتكر كانوا ايه؟ حد يقول معايا كانوا ايه؟ مش حافظين، علي صوتك. كانوا جالسين، كانوا قاعدين على الأرض. طبعا صلوا 10 أيام ليل ونهار عمالين يقوموا يقعدوا يقوموا يقعدوا. ولما الإنسان يعيش حياة الصلاة حيصلي هو قاعد، حيصلي هو نايم، حيصلي هو بياكل، حيصلي هو ماشي في الشارع. أما أنا فصلاة، أما أنا فصلاة، قاعد في وسط الناس والناس بتحكي أي كلام، يا عم وأنا مالي، أنا مش من هنا، أنا معاه عمال أصلي وأنا قاعد في وسط الناس، قاعد في وسط الناس. ده الحياة المسيحية، الحياة المسيحية اللي دلوقتي بقت كلام وعظ، كلام وعظ، كلام وعظ. أنا جاي وأنا قلبي مليان، لسه لما أتكلم، لسه لما أتكلم. صلي وانت قاعد، صلي وانت واقف، صلي وانت نايم. طب احنا بنقول لما الانسان اللي عايش حياة الصلاة اعطاهم مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين، بعدين صلوا بلا انقطاع، ده بيقول كده. فانت عمال تصلي ليل ونهار وبعدين جاي رايح تنايم، رايح تنام، رايح للسرير، فردت الكوفيرتة ولا ملاية ولا بتاع. أنا بقول ده تأملي الخاص، أول ما ترفع الملاية على دماغك كده كأنك قفلت باب الأوضة ودخلت في خلوة عميقة مع الله. إيه رأيك؟ أنا متهيألي أقوى صلاة وأمتع صلاة لما الإنسان بيحط دماغه على المخدة. ده اللي اختبر واللي ده، مش اللي بياكل فتة، لا، اللي اختبر واللي ده. غطيت دماغك، تقفل الباب
وهات يا كلام، هات يا كلام مع مين؟ مع حبيبي اللي شماله تحت رأسي يمينه تعانقني، هنا بالإيمان وهناك بالعيان، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا، ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل عند فدينا، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، يا فرح قلوب لما نشوف فدينا، على باب السماء وبيرحب بينا، طال انتظار والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، الله الله مجد ما أبهى، الله الله مجد ما أبهى، واسم المبارك على الجبال، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند ايه ده، ايه العز ده، ايه العز ده، حبيبي اعطاني عطية، اعطاني تاس سماوية، حبيبي اعطاني عطية، اعطاني تذكرة سماوية، على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية. احنا بنشكرك، اللي بتعمله معانا لا يعبر عنه، عشان كده ساعدنا نعمل لك حاجة قبل ما نجيلك، نعمل لك حاجة قبل ما نجيلك، نجيلك واحنا رؤوسنا مرفوعة، نشهد لك هنا، طلعنا من الحياة الروتينية اللي احنا عايشين فيها، ومن الأخذ والعطاء والكلام والقيل والقال، دخلنا للعمق. مش قلت لتلاميذك ادخلوا للعمق؟ دخلنا للعمق النهاردة، دخلنا للعمق، أمين، دخلنا للعمق، أمين 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 أمين. واحد بيقول لماذا شعر بولس الرسول إنه مش من الاثناشر تلميذ؟ وضح جملة إلهي إلهي لماذا تركتني.
هو معلمنا بولس ما كانش من الاثناشر، لكن ربنا اختاره ودعاه على انفراد. لما تقابل معاه طبعا بعد القيامة، معلمنا بولس كان اسمه شاول الطرسوسي، كان إنسان فريسي متعصب جدا، وكان بيحب ربنا جدا. ولما أقول متعصب، متعصب للنور اللي وصل له. اليهود في الوقت ده كانوا هم اللي يعرفوا الإله الواحد بس، وباقي العالم أمم عباد أصنام. فشاول الطرسوسي ده أولا كان إنسان باين، عضو مجلس السنهدرين زي مجلس النواب كده، متعلم عند قدمي غملائيل، غملائيل اللي هو معلم أولاد الأكابر، وفريسي من الفريسين. معنى فريسي يعني حافظ الوصية وماشي على التقليد تمام. كان له مميزات كبيرة أو يعني إنسان باين. أول ما ابتدت المسيحية وابتدوا ناس يدخلوا المسيحية كتير، فهو طبعا بالعصبية بتاعته غار على اليهودية وعلى شريعة موسى وعلى الاشتراع وعلى وعلى، فنزل ايه في المسيحيين ويقبض على دول من هنا ورايح دمشق مش عارف، عشان واخد مكاتيب من رؤساء الكهنة، واللي يقتل واللي يعمل، وعمل عمايل في المسيحيين الجدان. ومرة رايح دمشق عشان يقبض على شوية مسيحيين جدان، وربنا قابله في الطريق وأبرق حواليه نور شديد، فكفى على رأي المبارك نتمنى له الشفاء الأنبا مخيل مطران أسيوط. يقول لما اتكفى كده فقد بصره، فبيقول جاله ايه؟ مش انفجار في العين؟ ايه اللي بيحصل للعين؟ انفصال في الشبكة، ده كلمة أنبا مخيم، قالوا انفصال في الشبكة، فوقع ما بقاش يشوف، وقعد ثلاث أيام ما أكلش. فبعت له حنانيا قال له أنا ظهر لي يا ربنا اللي ظهر لك في الطريق اللي أنت جاي فيه. وصلى له نزلت قشور من عينيه فابتدى يشوف، آمن بالمسيح واعتمد وبقى بولس الرسول، من شاول إلى إيه؟ إلى بولس. وتغير شاول بعد ما كان مضطهد المسيحية، زي ما قال رب المجد أنا حوريله إزاي يضطهد من أجل اسمي ويشهد أمام ملوك، وفعلا بقى مضطهد من أجل إيه؟ المسيح. ومن ضمن الاضطهاد اللي وقع عليه إن أول ما جه للمسيح ده مش من الاثناشر، ده واحد غريب، فابتدوا يشككوا في رسوليته ان هو مش رسول. فكان دايما يقول لهم انا رسول من قبل يسوع المسيح، ويحاول ياكد رسوليته، ياكد رسوليته. ده بالنسبه لشاول الطرسوسي. وبعدين بتقول الايه اللي بتقول الهي الهي لماذا تركتني. دي أول كلمة قالها المسيح له كل المجد على الصليب، وأول كلمة في مزمور 22 لداود النبي. مزمور 22 ده اتكتب قبل الصليب بكم سنة؟ بألف سنة، بألف سنة كتب قبل الصليب بألف سنة. أبونا داود بيصلي، أبونا داود كان لما بيصلي بيصلي بلحن، يغني وكل ألحانه وترانيمه ومزاميره هنا، وتلاقي كلمة أغني أغني موجودة متكررة في الترانيم، فيبتدي يغني. فابتدى يقول إلهي إلهي لماذا تركتني.
ودايما كان يعاتب ربنا: اوعى تكون نسيتني، اوعى تكون سبتني، اوعى اوعى. فبيغني بيقول: الهي الهي لماذا تركتني. ده قبل الصليب بكام؟ بألف سنة. وبعدين بيقول: احاطت بي ثيران كثيره، اقوياء باشان اكتنفتني، فغروا علي افواههم كاسد مفترس مزنجر، كالماء انسكبت، حاجه اتدلقت، كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي. عشان تبقى فاهم الكلام ده، الكلام ده عن المسيح وهو معلق على الصليب. لما تعلق على الثلاث مسامير ابتدت ايه؟ عظامه تنفصل، لكن عظم لم يكسر منه. انفصلت كل عظام. ده داود النبي بيصلي قبل الصليب بألف سنة: صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي. بعض الكتاب اللي كتبوا المعاصرين قالوا حصل لهم انفجار في القلب. يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي. لما نزف ماء ودم حصل له جفاف، فقال: أنا عطشان. فادوله سفنج عشان كمخدر يعني، مرضيش ياخدها. وإلى تراب الموت تضعني، لأنه أحاط بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، سقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا. معلق على الخشب، واللي رايح واللي جاي بيبصله: يخصمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. ده واحد واقف عند ايه؟ عند ايه؟ عند الصليب، وشايف اللي هيحصل بعد ألف سنة لعظمة كتابنا المقدس وعظمة عقيدتنا. عظمة عقيدتنا، داود النبي قبل ألف سنة واقف تحت الصليب قدام المصلوب وشايف الأحداث، وبيقسموا هدومه ويلقوا على التوب قرعة، وانفصلت كل عظامي، سقبوا يدي ورجلي، أحصوا كل عظام وهم يتفرسون فيا. قبل ما يحصل بألف سنة، بألف سنة. وأول كلمة قالها على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني. أم يجوا المضادين، المخ المقفول اللي مش فاهم حاجة طبعا، اللي بيقحم نفسه على مجد الإنجيل عايز فيه، فيقول لك: هذا المسيح على الصليب، تعالى يا نصراني، المسيح على الصليب بيقول ايه؟ بيقول: الهي الهي لماذا انت تركتني. يعني بيصر ربنا، يبقى هو مش ربنا. ده المخ ايه؟ لا، انت مالكش انك تفسر الانجيل، لانك ما تعرفش تفسر الانجيل. لا لا يفسر الا بالروح اللي اتكتب بيه، كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، يتفسر بالروح القدس. فأدي الكلمة اللي قالها داود على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني. إيه يا حبيبي، واحد بيقول: مكتوب إلا إنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. فما هو إذن؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ في الرسالة الأولى لكورنثوس، وإصحاح 14، هجيب لك الحتة دي من أولها عشان تبقى فاهم. يقول: هكذا أنتم أيضا
إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية، يعني أنت مهتم وعندك غيرة وعايز مواهب وعايز الكنيسة تبقى كنيسة قديسين موهوبين صناع آيات ومعجزات، هكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. تزدادوا في إيه؟ في المواهب الروحية. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. ده أنتوا هتصلوا يا مؤمنين، هتصلوا في كل جيل. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي إيه؟ يترجم. لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. كنت أصلي بإيه؟ أصلي بإيه؟ ما تعلم صوتك، أصلي بإيه؟ في صلاة باللسان بالألسنة. لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. يعني إيه؟ يعني هقول كلام مش مفهوم، ده مش تفسير، أنا مش مفسر. فما هو إذن؟ ده سؤالك. فما هو إذن؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، يعني أصلي بلسان وأصلي بالمنطق وذهني أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. ده إمتى؟ ده إمتى؟ هل الكلام ده انتهى؟ ردوا علي، انتهى ولا طول ما احنا هنصلي هنتصلي كده؟ طب أقول لك حاجة تاني جم منها، يعني الصفحة اللي وصلها. فما هو إذن أيها الإخوة متى اجتمعتم؟ اجتماعات الصالح. فما هو لا في كورنثس الأولى 14 عدد 26. فما هو إذن أيها الإخوة متى اجتمعتم؟ على مدى الأجيال دي من عندي، متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة. هقول تاني، فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة. فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فإثنين إثنين، أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة، وبترتيب وليترجم واحد. ده إمتى؟ في أي اجتماع، في أي اجتماع على مدى الأجيال، على مدى الأجيال. واحد بيقول أنا كل يوم أقرأ في الكتاب المقدس ومش بفهم حاجة، إيه السبب؟ وكمان الإجبية برضو مش بفهم حاجة. أنا عايز نصيحة منك يا أبونا وصلواتك معايا، مش بفهم حاجة. حياة التوبة وروح الله يدي الإنسان استنارة، يعني نور جديد، نور جديد. أنا هدي لك مثال. أحيانا طبعا يقابلنا حاجات صعبة، أن احنا بنقرأ في الكتاب بقالنا عشرات السنين، يقابلني حاجة صعبة أقوم أجيب كتاب واثنين وثلاثة مش لاقي حد، واخد بالك؟ يعني كتاب كتير نلاقيهم جايين عند الحتة الصعبة دي يروح مهلب عليها.
طب ما انا عايز معناها ما لاقيش معناها. بعدين نصلي نصلي، ايه رايك ان الله في اغلب المرات ممكن يفهمنا الكلمه دي، يفهمنا ليه؟ الانسان اللي له علاقه بربنا وبالروح القدس، وانا بقول كده وانا حزين جدا ان ناس دلوقتي واقفين ضد الروح القدس ومش عايزين نجيب سيرة الروح القدس، انا حزين جدا. لا توبة تنفع من غير الروح القدس، ولا قداسة تكمل من غير الروح القدس، ولا شهادة تكون الا بالروح القدس، ولا مسيحية الا بالروح القدس. وعارفين سبب التعب كله ايه؟ والقيل والقال، وده بينهش في التاني، وده ضد التاني، وده بيكره التاني، والبيوت خربانة والكنائس خربانة. عارفين ليه؟ لان ملناش علاقة بالروح القدس، ملناش علاقة. ولو اتكلمنا عن الروح القدس لا 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 يا حبيبي مش هنقدر نقوم ولا نخط خطوة الا بالروح. رب المجد يقول للتلاميذ لا تبرحوا أورشليم، خليكم هنا. ليه يا رب؟ ما قالوش ليه؟ استنوا يوم اثنين ثلاثة عشرة لغاية محل الروح القدس عليه وانطلقوا. إنما قبل حلول الروح القدس ولا كلمة ولا مسيحية ولا شهادة، ومن غير ملء روح الله عشان كده بتلاقي الضعف والخيانة وإنكار المسيح والخطية والهزيمة والهلهلة المسيحية المهلهلة. لكن مسيحية القوة والشهادة وربح النفوس تلاقي الإنسان المليان بروح الله منين ما يتوجد عايز يقدم مسيحه بفخر، ده رأس مالي وربحي، هو ده اللي بتاجر بيه، هو ده اللي هقابله بعد شوية اللي هقف قدامه، لقفه المشغول بالمسيح. والمشغولية ما تجيش إلا بالروح القدس. عشان كده نصيحتي لكل إنسان كبير وصغير، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. وهتبتدي تفهم الكتاب. واحدة بتقول جوزي كذاب عالمي، وفي كذاب عالمي وكذاب محلي، ها انترناشونال. عايزين نشوف جوزك ده. وتعبني جدا جدا ومش عارفة اتعامل معاه، كل كلامه غموض وتليفوناته غموض وحياته مش عارفة عنه حاجة خالص. بحاول بكل الطرق اتكلم معاه واساعده لكن هو غامض وعمره ما يقول كلام واضح، كل حياته كذب في كذب. انصحني اعمل ايه؟ تصلي له. عيان، واحد مريض، واحد مريض، تعملي له ايه؟ تركعي جنب السرير بتاعه وتبكي شوي. تصلي. عارفه كل انسان عايش في الخطيه مريض، الله بيشفق علينا. واحنا ان كنا نعرف المسيح معرفه حقيقيه نشفق على الضعفاء. فجوزك ضعيف ومريض، ما هو كل اللي بيمارس الخطيه مريض. صلي له والله مش هينسى دموعك، وخليكي امراه فاضله في البيت. هو يكذب، هو يلف ويدور ويعمل ويسوي، خليكي امراه فاضله، ابتسم في وشه باستمرار، خلي كلمه نعم وحاضر على لسانك. خليكي ضعيفة لأن قوتك في ضعفك وحلاوتك في ضعفك، حلاوتك الروحية والجسدية في ضعفك. إن الست مهما كانت حلوة لكن مخنشرة تبقى ما تتشافش، ما تتشافش. ست في ضعفها محبوبة وحلوة. سميهم الكتاب الإناء الأضعف. بتغلط الست اللي هي عاملة ذكر أو عاملة راجل يعني، تسترجع. ربنا يرحم جوزك. واحدة بتقول أنا متجوزة من 17 سنة وما خلفتش، حماتي عملالي عمل
وانا شفت العمل مرتين في البيت بعد ما نزولها من عندي. ده مش بس حماتك، ده انا قابلوني ناس خلال الايام دي امهم، يعني الولد لما اتجوز وخلف امه وراه بالاعمال، جايز يكونوا قاعدين هنا وحاضرين، امه بقول لهم امك، انا كررت الكلام لاني ما صدقتش الكلام، قال امي عايزه تخرب بيتي وعايزه تمشي مراتي وعايزاني ما اكسبش وما الاقيش اكل وكل الكلام الوحش قلوب. مين دي؟ ام. يبقى احنا في اخر الزمان، اخر الزمان. مش بس حماتك يا اخي، لا حماتك نهى بسبب البعد عن الله، وان الانسان نسي ان في حساب، نسي ان هيقف قدام ربنا، وغاب عن ذهنه جهنم النار الابديه. انا بقول الانسان لو يتامل لحظه في جهنم النار الابديه هيبطل الخطيه، هيبطل الخطيه. انما لانه تايه وملهي في الدنيا، ملهي في الدنيا، عشان كده ماشي يمين وشمال. ربنا يرحم، ربنا يرحم. ألف مليون حمد لله على سلام. أنا بشكرك كتير يا حبيبي على كلامك الحلو وخطك الحلو، كتر خيرك. نيجي للأسئلة بتاعتك. بيقول هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة من السامرة لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. والسؤال ماذا يقصد السيد المسيح بمعنى إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة السامرين؟ هو مكتوب في الكتاب إيه؟ طبعا الأمم والسامرين هم إيه؟ عباد أصنام. أنا قلت قبل التجسد كان العالم قسمين، اليهود اللي هم يعرفوا الإله الواحد، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والأمم اللي هم بيعبدوا أصنام. المسيح له كل المجد بحسب الجسد، جاي منين؟ من اليهود، أصله إيه؟ يهود. فبيقول إلى خاصته جاء، عشان كده قال لهم تكلموا اليهود الأول، وإلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة من السامرة لا تذهبوا، فروحوا لبيت خراف بيت إسرائيل الضالة. فلما معلمنا بولس قال لقاهم رافضين الكلام، قال خلاص يبقى احنا نتحول للأمة ونشهد للأمة. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني في متى إصحاح 3 عدد، أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني وهو الذي سيعمدكم بالروح القدس. وبعدين أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال السيد المسيح أرسل 2 أو 3 وقال أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فسر لنا، هل كان يوحنا عنده شك في يسوع؟ طب ده سؤال. أنا أعمدكم بماء للتوبة. شوف يا حبيبي، إحنا عندنا بالنسبة للمية كان في الأول غسلات يهودية للتطهير البراني، يغسل إيديه، يغسل رجليه، يغسل المواعين للتطهير. وطبعا دي لا تودي ولا تجيب، لأن اللي هيغسل إيديه وقلبه نجس ولا تأثير. وبعدين جت معمودية يوحنا، معمودية يوحنا للتوبة وغفران الخطايا، ما لهاش علاقة لا بالميلاد الثاني ولا التجديد ولا الحاجات دي. وبعدين جت معمودية المسيح، معمودية الروح القدس. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. إيه المعمودية دي؟ إحنا بنقول الروح القدس بيعمل في مية المعمودية، يقدسها، يعطيها قوة الولادة، قوة الولادة. فالإنسان اللي بيدفن يتقابل مع المسيح يقوم إنسان جديد، مرفوع عنه حكم الموت، له سلطان يدوس الخطية
ويعيش حياة جديدة ويطلع لابس المسيح وتتجدد حياته وترفع عنه الحكم. ده معمودية الروح. وبعد كده السر الثاني اللي كنا فصلناه عن السر الأولاني اللي هو الميرون وحلول الروح القدس على الإنسان، دي معمودية الماء والروح. الماء والروح. أما يوحنا لما سمع في السجن بأعمال السيد المسيح أرسل 2 أو 3، هو 2 مش 3، جبت 3 منين؟ وقال للمسيح، روحوا اسألوا المسيح أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ تسيبني ليه في السجن؟ بقى أنا جيت وعملت كل ده علشان أكون تسيبني في السجن. فقال لهم روحوا قولوا للمسيح أأنت هو الآتي، يعني أنت النبي، أنت المعين من الله، ولا ننتظر حد تاني؟ كلمة دي ليها أكتر من تفسير. في الوقت ده كان أغلب تلاميذ يوحنا المعمدان مشوا ورا المسيح، وباقي 2 دولة. يوحنا المعمدان لسان حاله بيقول ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا إيه أنقص، يعني أنا مش عايز تلاميذ. فباقيين التلميذين دول متعلقين بيوحنا المعمدان، ما راحوش ولا شافوا ولا سمعوا عن آيات ومعجزات المسيح. فقال لهم إيه، روحوا اسألوا. اخترع الحكاية دي عشان يروحوا يشوفوا. فلما راحوا شافوا العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون، وراحوا مشوا مع المسيح. ده كان هدف معلمنا يوحنا. لكن في رأي تاني يقول بعد الفقرة دي أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر، مكتوب إيه؟ طوبى لمن لا يعثر فيا. إيه معنى الكلمة دي؟ قد يكون يوحنا المعمدان هو في السجن ضعف، لا إنسان وشك، سيبني ليه؟ لو كان هو المسيح ما كانش يسيبني، كان يطلعني معجزة. عشان كده قال في آخر الفقرة طوبى لمن لا يعثر فيا. يبقى يوحنا المعمدان شك في المسيح، عشان كده بعت 2 دول يسأل. سؤال ثالث، قال السيد المسيح لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. مش بطرس كشخص، كلم على الإيمان، لأن لما سأل بيقول ماذا يقول الناس عني، فرد معلمنا بطرس طبعا قالوا له، بيقولوا أرميا النبي ولا إلى آخره، أنتم من ماذا تقولون؟ قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له إن لحما ودما لم يعلن لك يا بطرس. فقال له الكلام ده، أنت بطرس وعلى هذا الإيمان صخرة الإيمان أبني كنيستي. أنت مؤمن أني أنا ابن الله، على هذا الإيمان أبني كنيستي. البعض أخذ الكلمة دي وقال لك بطرس هو المتقدم وبطرس هو الرئيس، وبطرس واللي تعبهم ان فلان رئيس والتاني مش راضي يبقى فلان رئيس. دي الأسئلة. في حاجة تاني؟ في أسئلة تانية بس لا تودي ولا تجيب يعني. يعني واحدة مع تاني، أنا بنتك وإكليلي في أبو حمص بحيرة، ونفسي أقدس أبونا تشرفنا في الإكليل. أنا على عيني أحضر إكليلك وأتشرف وأخد بركة، وقبل ما أتكلم أقول لك مبروك وربنا يتمم بخير وربنا يسعدك يا بنتي. لكن طبعا مستحيل احضر، نفسي تنصحني بكلمات امشي على خطاها في الحياه الزوجيه الجديده.
أمين يا بنتي أمين. أنا قلت دلوقتي الست لازم تكون إيه؟ تكون ضعيف مؤدبة، امرأة فاضلة خدومة محبة، تقدم وما تنتظرش تاخد، ودي الحياة المسيحية. تقدم، ونصيحتي ليكي ولو ان الواحد يعني كشري وبتاع، لكن انا بقول نصيحة، طبعا مش كل كلام بقوله انا عايش، يعني انا بشابه كده على الكلام. الابتسامة على الشفايف حلوة، تهدي تهدي. ربنا يكون معاك ويبارك حياتك. كفاية أسئلة ونشوف مجد الله. أنا لقيت عجب النهاردة وأنا وأنا بشوف واحد غير مسيحي. احنا كنا تقابلنا معاه في مكان وكتب الورقة دي وقال انا متجوز بقالي 9 سنين وربنا ما ادانيش ناس، وحضرتك صليت لي وربنا عطف عليا بطفل اسمه يزيد، طفل اسمه يزيد. يوم الحد 17/8 كان الاجتماع شغال في التلفزيون في الإعادة، وكان قدسك بترنم. دخل علي 2 حرامية شباب، دخلوا علي في الشقة وأنا كنت لوحدي، لكن يسوع كان معايا وكمان جوايا. دخلوا الشقة، خدوا مبلغ من الشنطة وخدوا تليفون محمول، وكانت صورة السيدة العذراء قدامهم، كانوا خايفين منها. ولما دخل واحد منهم غرفة النوم كان التلفزيون شغال، وقدسك كنت عمال تقول كذا، هو خاف ولقيته مرعوب، قال مش أنا مش أنا، وقال للشخص الثاني اللي معاه يلا بينا نمشي يلا بينا نمشي، وطرى طرى وسابوا الشقة ومشي. كنت معاني من ألم في المرارة، رحت للطبيب قال لي لابد من إجراء جراحة، وبعد فترة العلاج مريرة أجريت الجراحة عند الدكتور، لكن بعد فترة شعرت بالألم اللي حصل، إنه حصوة دخلت على البنكرياس، وبعدها تعذبت من الألم ولم آكل شيء إطلاقا غير شرب المية والسكر، بالإضافة إلى الإغماء المستمر. رحت القاهرة لمستشفى كزخ، قالوا لي عندك حصوة في الأشعة. رحت الكنيسة المرقسية، قابلت واحد موجود بالخارج مرضيش يدخلني عشان أقابلك، وبعدين غفلت الراجل ودخلت، لقيت قدسك صليت على راسي، قلت له ربنا معاكي وربنا تمجد. رحت المستشفى والحصوة نزلت على طول. أنا اسمي صبري حكيم من نجح حمادي،
حصلت معايا معجزة. عملت عملية من 8 سنين، شرايح بلاتين ومسامير في رجلي، ومن شهر اتكسرت الشريحة في رجلي وعملت أشعة، والدكتور قال لي عملية نطلع الشريحة. وفي نفس اليوم غسلت رجلي بمية الاجتماع، وتاني يوم الصبح لقيت الشريحة اللي اتكسرت طلعت لوحديها من رجلي. أكتب عن عمل الله في بركة الاجتماع، شرب المية بعد الاجتماع. أولا لي جارة غير مسيحية، خلفت طفلها الأول وقعدت 6 سنين ما بتخلفش، ولما حبت تخلف طفل تاني حاولت بالعلاج والمتابعة عند الأطباء لكن من غير فايدة. ولما رأيتها حزينة عشان ما بتخلفش مرة تاني اديتها مية من اللي حطيتها قدام التلفزيون أثناء الاجتماع. في الشهر اللي شربت فيه من المية حصل ليها الحمل. ده حاجات كتيرة أوي. انتوا بتسموا دي معجزات؟ اي يعني واحدة كانت ما بتخلفش وخلفت؟ ها؟ ونقرأ قدام الناس وللعالم والبتاع، ايه المظهرية دي؟ هي مش مظهرية ولا افتخار، انا حبيبي قدامي وانا بفتخر بيه، وهو عارف ان انا شوية تراب. هي في ورقة صدقوني فيها 4 سطور بس، 4 سطور يعني حاجة ليها قيمة، بس طبعا مش هقراها لأني ربنا عارف السبب. شوفوا كل الحاجات دي جاية لنا من قناة الكرمخ، ده غير اللي بيوصل لينا في البوسطة. هقرأ بعض حاجات منها. أنا ابنك كيرولوس كنت عايز أخبرك إن كان ابني مريض من 5 شهور، لما عملنا أول أشعة أوضحت إن ابني عنده سرطان بنسبة 85% في الحوض. حضرنا الاجتماع، حطينا مية، وأثناء الصلاة طلبنا شفاعة أم النور، وشرب ابني واستحم بالمية، وعند الأشعة التانية تعجب الطبيب لأني أبي شفي تماما، مفيش أثر للسرطان. يا حبيبي العنف على مسيحيي الموصل في العراق، أبونا احنا من متابعي اجتماعاتك ومن المؤمنين بصلواتك جدا وبحضور المسيح في اجتماعك. احنا من أهالي الموصل في العراق، تعرضنا للعنف والطرد والسرقة وأصبحنا شبه مشردين. نتمنى من قدسك تقيم اجتماعك القادم على نية مسيحيين عراق لكي يخفف الله عنهم وينجيهم من الأعمال الوحشية التي تجرى عليهم، مع جزيل شكرنا وتقديرنا. كلنا نصلي من أجل العراق، مسلمين ومسيحيين، نصلي من أجل أن الله يكسر الشر والشرير. آمين آمين.
بنتي جورجينا عمرها سنة ونص بلعت سستة حديد وفجأة وشها ازرق وتوقفت عن النفس تماما وابتدت تعرق وعينيها تقلبت لفوق. حاولت افوق فيها مفيش فايدة. خبطت على ظهرها مفيش فايدة. استمرت على هذا الحال لمدة ربع ساعة. بعدين جبت المية اللي حطيتها قدام التلفزيون وقت الصلاة رشيت البيت بيها وحطيت صباعي في زورها، لقيت السستة الحديد بتطلع لفوق لغاية صباعي وكان كلها دم، وابتدت الطفلة تفوق والزرقان يروح. كان ابني تعبان جدا جدا، كان عنده تيفود، وتم التشخيص بعد 3 أيام لأنه كان الأعراض شبيهة بفيروس هنا منتشر جدا عند الأطفال. أنا عايشة في بلد عربية. قعد أسبوع تعبان والتحسن كان بطيء جدا، يعني الاستفراغ كل ساعة بقى كل ساعة ونص، برغم انه كان بياخد كل حاجة وكل الأدوية للإسهال والترجيع والسخونة. كنت بصلي لكن لم يسمع لي الرب. قالت لي واحدة صديقتي اني احط مية قدام التلباس في ميعاد الاجتماع، ولكن لم ينفع اكمل الاجتماع، الولد تعب وسط الاجتماع. فقلت لها اني لا اقدر اني احضر الاجتماع، فبعتت لي مية من عندها كانت متبقية من عندها، فشرب الولد منها وتمجد الرب وشفي تماما منه وتم القيام من على سرير. نقرأ دي وبس. أنا فلانة من أمريكا، معرفش كتبة جنان ولا جنان ولا إيه، ولاية ميشيغان. أنا عندي ولد وحيد عمره 13 سنة مريض من 3 سنين بمرض اضطراب شديد في جهاز المناعة، ونتيجة لهذا المرض ابني يعاني من آلام شديدة في كل أنحاء جسمه وخصوصا المفاصل، واختلال كبير جدا في الدم بسبب هذا المرض، وبياخد أدوية كتيرة 10 حبيات يوميا بالإضافة إلى دواء تاني بياخده عن طريق الوريد 2 مرات في الشهر، ويعمل تحاليل دم 2 مرات في الشهر أيضا. كل هذا العناء والأدوية وابني لم يتحسن، الألم موجود، تحاليل الدم ما تبينش اي تحسن. وفي يوم الحد حضرت اجتماع معاك، حطيت المية بجانبي وانت صليت للرب يسوع، وانا كنت بصلي معاك، وانت طلبت من الرب ان كل اللي يسمعك الان في جميع انحاء العالم ينال الشفاء باسم يسوع المسيح. ومجدا للرب شرب ابني من المية، والبارحة فاجأني الطبيب بتحاليل الولد اللي كانت طبيعية جدا 100%. نشكر الله صاحب الفضل الكبير في حياتنا وخلصنا ونجتنا. آمين. إيه اللي حطيتها لي هنا؟
ونشكر قناة الكرمة اللي أعادت سلسلة موكب النصرة بالكامل 31 حلقة طول الشهر اللي احنا كنا غايبين فيه. بنشكر قناة الكرمة، بنشجعها ونعظمها. لحد يا سيدي ما تجيني واتملى فيك بالعين، لحد يا سيدي ما تجيني واتملى فيك بالعين، اسمع طلبتي وديني اديني نصيب اتنين، اسمع طلبتي واديني اديني نصيب اتنين، عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، اشوفك حب مليني واحب الرضي والزين، اشوفك حب مليني واحب الرضي زين، عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، اشوفك حب مليني واحب رد والزين، اشوفك حب مليني واحب رد والزين، لحد يا سيدي ما جيني واتملى فيك بالعين، لحد يا سيدي ما واتملى فيك بالعين، اسمع طلبتي واديني اديني نصيب اتنين، اسمع طلبتي واديني اديني نصيب اتنين، عايزك يا حبيبي تجيني وتخلي الغربة عيد، عايزك يا حبيبي تجيني وتخلي الغربة عيد، أشوفك فرح مليني لا ينطق به ومجيد، أشوفك فرح مليني لا ينطق به ومجيد، لحد يا سيدي مجيني واتملى فيك بالعين، لحد يا سيدي مجيني واتملى فيك بالعين، اسمع طلبتي واديني اديني نصيب اتنين، اسمع طلبتي واديني نصيب اتنين. امين امين. بسم الله والابن والروح القدس،
الإله الواحد أمين. بشكر ربنا كتير على كل شيء، لأن كل اللي بيعمله صالح ولصالحنا. إدانا فرصة إحنا قلنا عليها أجازة، وأنا ما أخبيش عليكم كان من بداية خدمتي 46 أو 47 سنة أنا ما قلتش كلمة أجازة دي، لأول مرة أقول ناخد أجازة، وخدنا أجازة. لكن عايز أقول صحيح حسب الظاهر كانت أجازة، لكن قلبي لم يهدأ، قلبي لم يهدأ، وعشت في تأمل وعمق ما عشتوش في عمري، مع ان انا في أجازة. لكن روح الله رفعني وأخذني في رحلة. طبعا مش مهم الكلام يرضي فلان وعلان ولا ما يرضيش، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. احنا اتكلمنا قبل الأجازة في حوالي 8 شهور في سلسلة بعنوان ايه؟ موكب النصرة. وانا بدعو كل انسان يسمع تاني وتالت السلسلة بتاعت موكب النصرة، وهم عملوها كل الواحد وثلاثين عظة في سي دي واحدة، وإن شاء الرب عشنا هنعملها كتاب. كلمنا في السلسلة دي قلنا موكب النصرة اللي هو الموكب اللي بيتقدمه رب المجد يسوع وعرسته وراه وعلى السماء رايحين، موكب النصرة. فقلنا اللي ماشيين وراه دول ولاد وموكب البنين والبنات، واللي ماشيين وراه دول التائبين. هل ممكن انسان مش تايب يمشي وراه؟ ما ينفعش، لانه ان لم تتوبوا فجميعكم ايه؟ كذلك تهلكون. لقينا بقى ايه؟ حمله ضاريه، حملة ضارية. ايه الحملة دي؟ ازاي؟ ده احنا ليل ونهار بنقول ارحمني انا الخاطي، ازاي نبقى تايبين؟ ايه ده؟ انا صدقوني انا مذهول، انا مذهول لما واحد يقف على منابر ولا يتكلم هنا وهنا ويقول ده احنا ليل ونهار بنقول ارحمني انا الخاطي، ازاي تقول تايبين؟ والكتاب يقول مرتين في لوقا 13 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وما فيش واحد مش تايب هيمشي هنا ورا المسيح ولا هيوصل هناك. لكن لقيت ألسنة كتير مش عايز الناس تتوب. امال انت عايز ايه؟ بلاش كبرياء. قال لما توب ابقى متكبر، ولما توب ابقى بروستانتي. شوفوا البدع، البدع اللي مبتدعها عدو الخير الايام دي. انا عشان كده بحملك انت العائل الكبير كامل السن انك تعقل الكلام، تتوب ولا تعيش في الخطيه، تغمض عينيك وانت تنام وانت تايب ولا خطيتك في قلبك. اعقل الكلام ووزنه يا حبيبي. في لوقا 13 عدد 3 يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، وعدد 5 يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك إيه؟ تهلكون. يقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. ليه بيقول كلمة الآن؟ ليه بيقول كلمة الآن؟ لأن جايز النفس يطلع ما يردش. تأتي ساعة وهي الآن، ده سر التوبة من بداية الكنيسة. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. اللي في قبور الخطية الآن لازم يتوب. الآن يبقى النفس اللي جاي هكون توب، واللحظة اللي جاي هكون توب. حطيت رجلي على الطريق وهكمل.
الموكب موكب ايه؟ موكب التائبين. موكب ايه؟ تائبين. انا بدأت الاجازة دي اللي قلنا عليها اجازة من الحتة دي، وروح الله شغلني شغلني. هو بس التوبة؟ المسيحيين عمالين يعفروا عشان يتوبوا مش قادرين، ويقوموا ويقع ويقوموا ويقع ويقوموا ويقع. بيعلموا الناس كده، بيعلموا الناس كده. ان سقطت اقوم، والصديق يسخو 7 مرات وخليك موحول. ده التعليم اللي ماشي، التعليم الشيطاني. فروح الله شغلني. هو بس التوبه؟ امال ايه يا رب؟ قال لي يا حبيبي التوبه دي باب، باب لازم تدخل منه، والمفروض تكون دخلت. ولما تدخل عليك عمل، عليك عمل. التوبة دي خطوة أولى لازم تكون خطيتها في مقتبل العمر، أيام شبابك، من ساعة ما عرفت الخير من الشر. خطوة لابد تكون خطيتها وماشي على درب التوبة، وبتزيد يوم بعد يوم. تثبت أقدامك، تزيد في النعمة، تزيد في البركة، تزيد في الاتضاع، تزيد في المحبة، تزيد في كل شيء كريم ومبارك. فالتوبة دي باب المفروض دخلنا منه من زمان، وجوه الباب شوفوا روح الله شغلني بإيه. لقيت معلمنا بولس بيقول إيه؟ كونوا متمثلين بالله. لا سوري، ده الروح القدس. كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. يعني إيه يا رب؟ يعني تمثل بربنا، مثل بربنا، ده امر. خلي بالكم معايا، انا مش بوعظ، ومن اول النهارده مش بوعظ. صح انا بكرر الكلمه دي، لكن كلامي مش وعظ، لان انا مهموم جدا بالناس المتوله واللي ملهيه، ومهموم جدا بالناس المتعصبه اللي ركبت دماغها ياما بيقولوا كلام غلط خطير خطير. مهموم جدا. شو قلبي ان احنا نعيش حياة تقية، حياة الاستعداد، حياة الملء، حياة الملء. يطلع فيما بيننا ناس يعملوا آيات ومعجزات، نبهر العالم ويشرق النور من كنيستنا، كنيسة القديسين. وكفاية علينا أكل عيش وموالد وموالد. كونوا متمثلين بالله. يعني ايه يا رب؟ يعني تمثل بي. بس دي كلمة كبيرة. انا مين؟ انا مالكش دخل انت، ده مش عملك، بس طاوع الكلام، ما تتفلسفش. ده انا شوية تراب وانا غلبان، ده انا خاطي، ده انا لا لا لا، الكلام ده ما يلزمناش، ما يمشيش معانا. الامر بيقول ايه؟ قولوا معايا، كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. وهل ممكن الانسان يعيش الكلام ده ويعيش الوصيه دي؟ جالي معلمنا بولس وقال ايه؟ تمثلوا بي كما انا انا تمثلت بالمسيح وبقيت مثال، فتمثلوا بي. ولقيت ربنا بيحط قدامي عنوان كده لسلسلة جديدة اسمها تمثلوا بالمسيح. فمن النهاردة هنتكلم بعنوان ايه؟ هتتنقل بقى من حتة تبت ولا ما تبتش، لا ده انت تتمثل بالمسيح. ايه يا ابونا مكاري، ده انت شطحت جاوي جاوي. لا ما شطحتش يا حبيبي، ما شطحتش، صدقني
ما شطحتش. مرة بقول لواحد أنا كل حاجة وكل كلمة بقولها بالروح القدس، فبصلي كده إن كان باحتقار ولا مش باحتقار، ده الكلام اللي بيقوله ده. واحد منفوخ عالتاني زي الحصان الجامع يعمل للكلمة معاني ولا لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم تاني. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه أنا ليا وطن تاني، واحد منفخ عالتاني زي الحصان الجامع، واحد منفخ عالتاني زي الحصان الجامع، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة سامع. يا مل ولا يعرف مرة سامع. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا، إنا داهينا عالم. لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. جي في بالي إني ناس بسطة هيقبلوا الكلام ويعملوا بيه، وفلاسفة وخدام هيرفضوه ويختاروا يعيشوا في الخطية، عناد وعصبية، عناد وعصبية. انت بتقول كده واحنا هنقول كده، ده اللي انا ملاحظه. زمان أذكر حكاية هي واقعية مش حكاية يعني، كانوا ناس غناي عندهم عبد، كان زمان في ناس سود بيشتغل، والغني ده عنده أولاد والعبد عنده أولاد، ولاد ده وولاد ده بيتعلم. ابن الغني ما فلحش، وابن العبد ايه؟ فلح. فجه في بالي اني ناس بسطة من برا هيقبلوا الكلام ده ويعيشوه ويتملوا بالروح ويعملوا ايات ومعجزات، وفلاسفة اسياد متسيدين من جوخ هيطلعوا برا، هيطلعوا برا. كونوا متمثلين بالله. أنا هقول بنعمة ربنا شوية حاجات كمقدمة، هقولها بالجملة كده، لكن هنرجع لها بالتفصيل الكبير. وخلوا بالكم معايا، مثلا طبعا العنوان كبير، مثل بربنا، مثل بربنا، بس ده مش كلامي، ده مش، لاحظوا ان انا مش بقول حاجة من عندي ابدا ولا بتدخل في الكلام. يمكن اتكلم كلمتين حوالين المكتوب، لكن كل اللي بقوله هو ده المكتوب. يعني بيقول كونوا متمثلين بالله، انا ماليش دخل بالكلام،
ده الروح القدس بيؤمر كل انسان يقول له تمثل بربنا، تمثلي بربنا، تمثل بالمسيح. واحنا حطينا عنوان تمثلوا بالمسيح. جبت حاجة من عندي؟ ده تمثل بالمسيح. ومن النهاردة هنتكلم تمثل بالمسيح، وكل مرة هذكرك بالعنوان. فتعالوا نشوفوا شوية كلام يكتبهم الروح القدس. مثلا والمرة ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أقول تاني، ونحن جميعا ناظرين إيه؟ مجد الرب بوجه مكشوف، حاجة واضحة قدامنا كما في مرآة، كلنا بصين في مراية ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، عين مفتوحة شايف النور، كلنا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. يعني مين اللي قدامي؟ مجد الرب. نتغير إلى تلك الصورة عينها. إيه ده؟ نتغير إلى تلك الصورة عينها. من مجد إلى مجد، كل يوم بنتغير، كل يوم بتزيد، كل يوم بنمتلي، كل يوم ياخدنا الرب إلى أعماق جديدة، كل يوم نعمة جديدة. من مجد إلى مجد، زرعة ربنا بتزيد يوم بعد يوم. زرعة ربنا بتزيد يوم بعد، من مجد إلى مجد كما من روح الله، كما من الرب الروح. يعني إيه؟ يعني المؤمن قاعد قدام المسيح. وأنا هذكرك بكلمة دايما بقولها، إن المسيح معانا وقدام عينينا ولازق فينا، المحب الأنزق من الأخ. ودي المسيحية الحقيقية، واحنا تعبنا جدا لأن نسينا الكلام ده، ما بيجيش على بالنا، ما بيجيش على بالنا. لكن هل تفتكر في مرة بنقعد المسيح مش في وسطينا؟ في خطوة بنخطيها المسيح مش معانا، لازق فينا ما بيسيبناش؟ اسمه عمانوئيل، اسمه عمانوئيل. فالمسيحيين بيقولوا ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، فيش حاجة تفصل بيني وبينه، بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. دي حاجة. وهذكرك بكلمتين تاني، ليه بيقول كونوا متمثلين بالله؟ هو مرة بيقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، مش أنا، أنا على قد مد المسيح فرصة يملك علي ويسود علي، يبان المسيح في حياتي. أحيا لا أنا أشطب علي بل المسيح يحيا فيا. يقول مرة تانية ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يبقى الإنسان المسيحي الحقيقي، إنسان المسيح الحقيقي يبقى إيه؟ ده مسيح ماشي على الأرض، ده مسيح ماشي. مرة وعظنا عظة كان عنوانها النصراني مسيح تاني، النصراني مسيح تاني. يا سلام، شوف المسؤولية،
شوف المسؤولية، الناس اللي قاعدة تاكل وتملى بطنها، والإنسان اللي عمال يلت ويعجل طول اليوم. نصراني مسيح تاني ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يعني مش انت اللي عايش وجاهد انك تدي المسيح فرصة يملك ويسود عليك؟ ما تبقاش انت، ما تبقيش انت مسيح يبان في حياتي. انا عايز اتمثل بيه وتمم الوصية، من وصية آمرة: كونوا متمثلين بالله. احيا لا انا بل المسيح يحيا في. فبيقول مرة: لانكم لهذا دعيتم. طبعا كلام الروح القدس. لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تألم لاجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. زي ما مشي تمشي، زي ما اتكلم تتكلم، زي ما عمل تعمل، زي ما عاش المسيح بحسب الجسد على الارض انت تعيش. ومن هنا هنتكلم بالتفاصيل في الامور دي. تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. ما هلش تتبعوا اثار خطواته. مره كتبنا ترنيمه فكتبنا اثار خطاه، وبعدين تداركنا الامر قلنا لا، ده احنا مش ماشيين ورا اثر كان ماشي من هنا المسيح. لا، تتبع خطواته، يعني هو شخصيا ماشي قدام عيني وانا ماشي وراه، وانا ماشي وراه. لانكم لهذا دعيتم، انتم مدعوين. فان المسيح ايضا تألم لاجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. حتبع خطاه في طريق المزود، حتبع خطاه في طريق خدمته وشهادته، حتبع خطاه في طريق آلامه، حتبع خطاه في طريق الصليب، حتبع خطاه في أيام جسده على الأرض، كل أيام جسده على الأرض. أتمثل به، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. عاش المسيح له كل المجد على الأرض، كان بيتصرف إزاي؟ كان بيتصرف. اللي عايز يعيش الوصية دي، أولا كلمنا وإحنا في السلسلة دي بنقول لابد نثبت. أيها الأولاد أثبتوا فيه، والغصن لابد يثبت، والغصن الذي لا يثبت إيه؟ لا يعطي ثمر. والغصن الذي لا يعطي ثمر يقطع ويلقى في النار. يبقى لابد أثبت، ده شرط أساسي. عشان كده قلنا موكب الثابتين، موكب الثابت. أما الغصن المرخرخ كده شوية هوا ينزلوه، أي تجربة أي شهوة أي بتاع تضيع الإنسان. إنما الغصن الثابت مهما مرت عليه تجارب وشهوات وبتاع، إنسان ثابت في المسيح. فبقول الثبات ده أساس للحياة المسيحية، لا تزعزعه ريح. فبيقول من قال إنه ثابت فيه، أو اللي عايش حياة الثبات، ينبغي أنه كما سلك ذاك، كما سلك المسيح، هكذا يسلك هو أيضا. من قال إنه ثابت فيه، ولابد نثبت، ده مش حكاية كلام ولا ادعاء، لا، لابد نثبت. والموضوع عايز جهاد وعايز إيمان وعايز تعب. لابد الغصن يثبت، يثبت. عايز عصارة، عايز مية، عصارة، جهاد، عمل الروح القدس، صلوات، خدمة، شهادة. لابد الغصن يثمر. ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. يعني لما هنيجي نتكلم في التفاصيل، المسيح له كل المجد، هو في حال الجسد على الأرض عايش. هنتكلم على الكلام ده كتير. كان بيعمل ايه؟
كان طول النهار بيخدم ويجي يقول كلمة كده هنتعرض عليها كتير، يقول عن الناس بعد نهاية يوم مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. شوف الكلام العميق اللي بد نتمثل به. مضى كل واحد إلى بيته، كل واحد بعد يوم شغل روح بيته، اللي هيستريح واللي هينام واللي هياكل لقمه والبتاع. أما يسوع فمضى إيه؟ إلى جبل الزيتون، وكان يقضي الليل كله في الصلاة. هنتعرض للكلمة دي كتير. شوفوا الكلام العميق، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. مضى كل واحد إلى بيته، أذي الناس. أما يسوع اللي لابد أتمثل به مضى إلى جبل الزيتون، ملوش بيت. هو صحيح ملوش بيت، لكن حتى لو كان له بيت قال أنا لست من هذا العالم. وبديني معاني كتير، إني مهما كان لي أنا مش من هنا، لا مالك ولا بدعي الملكية، أنا غريب. دخلت فاضي وحطلع فاضي، دخلت عريان وحخرج عريان، ومليش في الدنيا شيء. وذي الحياة المسيحية الحقيقية، حياة المسيحية. مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، وكان يقضي الليل كله في الصباح. طب يا عمي عايزنا نعيش الحياة دي؟ أيوة. كونوا متمثلين بالله. ده مش كلامنا، مش كلام الناس. مش بس تقول لي توبة ومش توبة وأنا خاطئ وأنا مش خاطئ، لا، ده الموضوع أكبر من كده بكتير، أكتر من كده. لما هنقف قدامه هقول له إيه؟ أقول له إيه؟ أقول له أنا حاولت أتوب ما قدرتش. قالوا لي لو تقول توبة تبقى بروستانتي، لو تقول توبة تبقى متكبر. أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ المسيح يقول لي في نعمة طلبتها وأنا ما اديتها لكش، في حاجة طلبتها ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه. قلت لك 100 مرة كل شيء هو لكم، وقفت لي قدام الباب وقعدت أعلم قدام الباب، وأنت واقف قدام الباب وقفت أنت وخليت الناس وراك قدام الباب، أنا طلعت لك مرة عشان تدخل رفضت تدخل. أعمل لك إيه؟ أعمل لك إيه وأقول لك إيه؟ أنا بتكلم عن مين؟ عن الابن الكبير اللي يقول خدمتك سنين هذا عددها، واقف قدام الباب ويقول أنا خاطي. أنا خليك خاطي، خليك خاطي، بس ما تقولش للناس عيشوا خطاه، ما تعلمش الناس تعليم شيطاني شيطاني. ادخل مع الولد اللي كان ضايع وصايع، ادخل معاه وافرح بالرب، ادخل معاه، علم تعليم سليم، تعليم سليم. قول للناس توبوا توبوا، وإن ما تبتوش هتروحوا جهنم، توبوا الآن الآن. اقرأ كلمة الآن في الكتاب المقدس. أنا بحذر كل إنسان يغمض عينيه وينام ما تفش، أنا بحذر كل إنسان ينام ويغمض عينيه وما تفش. جايز ما تطلعش عليك شمس، سامحني سامحني. بيقولوا لي عن واحد قريبي الله يرحمه، مراته في أوضة وهو نايم في أوضة، سمعت بالليل أم راحت تطول لك كده، لقيت جوزها روح روح فأخ أخ تقول لي أنا خاطئ، والتوبة دي متكبر، والتوبة دي بروستانتي. جايب الكلام ده منين؟ جايب الكلام ده منين؟ وكنيستنا كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات، إزاي تخلي الناس يناموا ويغمضوا عينيهم في الخطية وهم في الخطية؟ إزاي؟ ده احنا علينا مشوار كبير، علينا عمل كبير، علينا ان احنا ننور في العالم، ننور. المسيح له كل المجد اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم، قال أنتم نور العالم، أنتوا زيي. وهتكلم أقول الأعمال اللي عملها نعملها وأكثر منها، هتكلم كونوا متمثلين بالله
كأولاد أحباء تمثلوا بالمسيح. مش بس هتوب، ما توبش، أنا خاطي، أنا إيه، لغاية إمتى؟ لغاية إمتى؟ لغاية إمتى هنفضل نودي ونجيب الكلام اللي يودي اللي ملوش تمن، ملوش تمن؟ لنسلك كما سلك المسيح، ده أمر. لنسلك كما سلك المسيح، ده أنا معاكم أول المجاهدين. صدقوني من أول ما ابتديت أتأمل في التأملات دي وأنا واقف لنفسي مش للناس، واقف لنفسي بالمرصاد، عمال أصلح لي وأصلح لي وأصلح لي. مش يجي يتكلموني الجهاد الجهاد، يا عمي ده احنا بنبكي ليل ونهار من جاهد. يا حبيبي انت فاكرنا مش من جاهد؟ لا، ده انت قاعد تاكل عيش، تاكل عيش واحنا عمالين نبكي وعينينا مليانه دموع. يا حبيبي مليانه دموع. توبوا الان، وبعد التوبه عليكم عمل كبير، تنوروا في العالم، انتم نور العالم، فليضئ نوركم هكذا قدام، انتم نور العالم، انتم زيي، انتم مثال ليا، تمثلوا بالمسيح ونعمل اعمال المسيح. نعمل بالجمله كده، بالجمله. بيقول الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي، ده المسيح له كل، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها، لاني ماض الى ابي. ايه ده يا رب؟ كلام كبير، ده مش على ما اسعى لنا ولا المنطق بتاعنا ولا معقوليتنا، ده على مقاس النعمة، على مقاس النعمة اللي تفاضلت جدا وأدركتنا، اللي صنعت من التراب فلان وعلان، وصنعت من الإنسان ملاك يمشي على الأرض ومسيح يمشي على الأرض. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها، المسيح بيقول يعملها هو أيضا بل وأعظم منها، لأني ماض إلى أبي. يعني إيه يا رب؟ أنا ماض إلى أبي، وسني بحسب الجسد قول 33 سنة وشوية، أنت 50 60 70 ما هتعمل أكتر. ماض إلى أبي، سأرسل لكم القوة والوسيلة والروح المعزي اللي هيعمل الأعمال. أنا ماض لأبي، مش انت اللي هتعمل، ولا انا ولا انت، لا، ده مش دراع بشر، ده مش شطاره من ابونا مكاره ولا فلان ولا علان، لا، ما جبناهوش من بيت ابونا، لا، لا النعمه ولا الخلاص حد تعب فيه. لو احنا في اللفه غطسنا وطلعنا محملين بعطايا، محملين بكل العطايا. حد له فضل؟ الفضل في انه لما كبر يمسك بالعطيه. أدي الشطارة. في واحد خاب طلع بره، بس الولد الشاطر بعد ما طلع بره رجع، والولد الفيلسوف بره واستنى بره. دي نعمة غنية، دي نعمة غنية، دي نعمة غنية، ملناش فضل فيها. ما هي الشطارة مننا أبدا، ما فيش واحد يقدر يقف ويقول أنا أنا ما أنا، بل نعمة الرب العاملة معي. يبقى نعمل أعمال المسيح، أعمال المسيح. يا سلام، صحنا شوية تراب، لكن نعمة ممكن تعمل بينا وفينا، والمسيح اللي ساكن ومالي أوانينا هو اللي يشيلنا ويشيل شيلتنا، هو اللي يتكلم على ألسنتنا، هو اللي يمشي بأقدامنا، هو اللي يعمل الأعمال فينا وبينا. أحيا لا أنا بل المسيح إيه؟ يحيا. نعمل أعمال المسيح، تمثلوا بالمسيح. ده مش كلامي. ممكن الشيطان يقول لك إيه الكبرياء ده؟ أنا مش عارف مسكين لي الكلمة دي، كبرياء ليه؟ إيه الكبرياء؟ هو أنا لما أقول أنا تبت يبقى متكبر؟
حاجة عجيبة. انتوا فاهمين؟ ها؟ توبت يا فلان. يعني ازاي تقول انا توبت؟ يعني توبت يعني بقيت قديس؟ الله، ما قلتش انا بقيت قديس، ما قلت انا غيرت اتجاهي، انا كنت ماشي للغرب وراجع ماشي للشرق، انا كنت مرة البيت دخلت البيت، ما قلتش بقيت قديس، قلت جوه حجاهد، وفي سكة التوبة ضرب التوبة حجاهد، وابكي بدموع عيني وامسك في الهي مش حسيب ولا ارخيه، وحجاهد وحصول وحصلي وحفرح بربنا، بس رجلي ايه؟ على الضرب، رجلي على الضرب. انما فرق بين انسان ما حطش رجليه على طريق التوبه وعمال يجاهد، عمال يجاهد جهاد غير قانوني. يعني الولد الضال، الابن الضال، كم مره دخل في شده وضيقه وحصل جوع، طبعا كان بيصلي ويطلب ربنا، هل سمع ربنا؟ وممكن يكون صام، هل قبل صومه؟ هل اتعامل معاه ربنا؟ امتى اتعامل معاه؟ لما انا اقوم وارجع الى ابي. انما طول ما هو بره ده ممكن يكون زي الواد الكبير، الواد الكبير بره ده بقى شبعان خدمه، خدمه، قال له يا ابني انت معي في كل حين، كل شيء ولك، كل الواد يقول خدمتك سنين، هذا عددها خدمه وصوم وصلاة ومرواح ومجي وجاي من الغيط، طبعا حط للخدمة، عمل أعمال إيه؟ بس جهاد غير قانوني غير حسن. أما يقول معلمنا الرسول بولس جهدت الجهاد الحسن، الجهاد الحسن، إيه الجهاد الحسن؟ جهاد الحسن جوا البيت مش برا البيت، في أرض التوبة، في أرض التسليم والخضوع للرب للروح القدس. لكن في جهاد غير قانوني غير مقبول، واحد يصوم وقلبه مليان بغض، واحد يصلي وعايز يذبح فلان، عايز يدفنه، متعصب ويكره فلان وعلان، يقول لك ده ذئب، دي ذئاب، ولا مش عارف دي ريحته ايه، ريحه ايه يا ابني، جايبين الالفاظ دي منين؟ والكلام ده، الكلام ده ما يمشيش مع المسيح. المسيح له كل المجد، عمره ما احتقر انسان ولا رفض انسان، تمثلوا بالمسيح المحب للجميع، للجميع ايا كان، من كل امه وشعب وقبيله ولسان، نعمل اعمال المسيح. ومن ضمن اعمال المسيح اللي عملها، احنا بنسمع كتير كتير عن الكبرياء وعن الاتضاع، هكلمكم النهارده عن الاتضاع، مش انا اللي هتكلم، ده فلان يتكلم، مره واحد قال هكلمكم عن الاتضاع، وكان في اختبار مهم جدا اظهر فيه قمه الكبرياء اللي بيتكلم الناس عن الاتضاع، قمه الكبرياء. المسيح له كل المجد، هو طبعا كان بيعمل قبل ما يعلم، بيعمل قبل ما يعلم. فجه يوم الخميس الكبير بعد ما صنع العشاء الأخير، فصح اليهودي زاحوا وصنع العشاء الرباني الجديد وقدم ذاته وجسده، بعد ما عمل الكلام ده قام خلع ثيابه واخد منشفه فوطه يعني ولف بها وسطه، وبعدين صب ميه في مغسل طشت يعني، وابتدى يغسل ايه؟ ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة.
اللي كان لففها حوالين وسطه. طبعا معلمنا بطرس في الاول قال له لا وبتاع، قال له لو ما غسلتش رجليك مش هيبقى لك معي اصيب، قال اغسلني كله، قال له لا اللي اغتسل مره كلام. بعد ما غسل رجليهم ونشفها بالفوطه قعد، قال لهم انتوا فاهمين انا عملت ايه؟ اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ طبعا محدش فاهم، انتوا بتقولوا انا المعلم وانا السيد، ودي حقيقه انا المعلم وانا السيد. ان كنت انا المعلم وانا السيد عملت بيكم كده او عملت معاكم كده، فانتوا واجب عليكم تغسلوا بعضكم ارجل بعض، لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا، تمثلوا بالمسيح. قعد عند رجلين تلاميذ وهو الخالق اللي اخلى ذاته في صورة الناس، يقعد عند رجلين صنعة يديه مخليقه ويغسلها، حاجة كبيرة قوي، حاجة لا حاجة كبيرة قوي ان يخلي ذاته وياخد صورة عام شكل العام، حاجة كبيرة قوي ان يمشي في طريق الالام ويتعلق على الخشبة، حاجة كبيرة قوي. واللي زيها يقعد عند رجلين التلاميذ ويغسلهم، عند رجلين التلاميذ. قال لهم زي ما انا عملت معاكو اعملوا بعضكم مع بعض. اتضاع حقيقي، اتضاع حقيقي. عايزنا واحنا ماشيين في برية هذا العالم ننسى نفوسنا، ننسى أنفسنا، وننسى حتى مطالب جسدنا. والكلام اللي بقوله مش كلام وعظ، ننسى حتى اللقمة ونفتكر الواجب اللي علينا والأمر المفروض علينا. التوبة دي أمر، وإن احنا نتمثل بالمسيح ده أمر. كونوا ده فعل ايه؟ فعل امر، متمثلين بالله. اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت تصنعون انتم بعضكم مع بعض. ممكن دايما ننسى بالمسيح يا عمي، ونطلع من هنا ويا ما كلام بنسمعه، يا ما كلام لحاله. عايز اذكرك دلوقتي واللي هتسمعني في كل انحاء العالم، الله بيحملك مسؤولية. انت مش ملك نفسك، انت ملك نفسك، وعيش متمثل بيه كابن يملك عليك روحه. تتصرفش بدماغك وتسلك بما يرضي ذاتك، تتصرف بحسب الروح القدس. مثلوا بالمسيح له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. بكل هيبة واحترام لجلالك وسخير من تشريفك، وده اجتماعك ومكانك، والكلام يخصك ويخص أولادك. لك احنا مقصرين، انا مقصر، والكلام كبير عليك عيش، كلام كبير علي، لكن مشتعلت عيوني في شخصك، وجاهد اني اتمثل بيك يا رب، وازيد يوم بعد يوم. صلي كل يوم، صلي صلي، قل له يا رب نفسي اتمثل بيك.
نفسي أعيش الوصية يا رب. أنت بتكلمنا بس الكلام مش على مقاس ودنا ولا حياتنا العملية، لكن وعدتنا بنعمة غنية تغطي ضعفنا وتسند ضعفنا وتقوينا وتشددنا عشان العالم ياخدنا ولا تيار الشر يغلبنا، لكن نعيش حياة النصرة ونمشي وراك تابعين خطاك كل الزمان ونشيرك يسند ضعفنا، روحك يملك ويسود علينا. سامحنا، سامحنا على الأيام اللي عشناها وإحنا بنشابه العالم والعالميين، غيرنا للاد يا رب، صوغ أوانينا من جديد، صوغ أوانينا من جديد يا رب، وساعدنا نتمثل بيك، نتمثل بيك، نتمثل بيك. من ذواتنا مش هنقدر، نعمتك هنقدر، وبروحك القدوس هنقدر. قوينا كلنا يا رب، ارفع قلبك العالم كله في كل ركن في العالم، صلوا معنا، صلوا معنا كلنا. المسيح فينا، ملك الكون لها في وسطينا، صلي وليك طلبة ارفعها، لكن طلبة الماضي كله يا رب، ننسى الماضي نبدأ من جديد حياة جديدة يا رب. العالم كله يصلي للمسيح اللي في الوسط، يعطي نعمة لمن يسأل، يشدد الضعيف، يسند المسكين، يعطي الروح القدس للذين يسألونه. املانا بالروح، املانا بالروح، هو اللي يعين ضعفنا، هو اللي قدرنا نتمثل بيك، هو اللي قدرنا نسلك كما سلكت، هو اللي قدرنا نعمل أعمالك بل وأعظم منها. والمجد كله يعيش ليك، يكون ليك المجد كله، يكون ليك وحدك المستحق. واحنا شوية تراب، شوية تراب، صنعت مننا شيء يمجدك، يمجدك. ما نستاهلش، ما نستاهلش شيء من اللي عملته. وان كنت بتقول لنا تمثلوا بيا، ده شرف لينا، شرف لينا يا رب، شرف لينا، والمجد يعود ليك. ما انا استاهل اللي عملته علشاني، ما انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب، افتكري يا نفسي
أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. أمين. إحنا ممنونين جدا يا رب، غطيت حياتنا بالإحسان، طيب القلب وحنين، شفوق علينا، مش بتعاملنا بحسب أعمالنا، حسب ما كرحمتك ولا كخطايانا. كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع رب، لأن لك الملك والقوة والمجد. هنصلي صلاة المرضى، وكل إنسان في العالم يقف يصلي المسيح في وسطينا، في أوروبا، في أفريقيا، في كل ركن في العالم، وقف صلي معانا، وقف يصلي معانا، وارفع الطلبة لي، هو صاحب السلطان، وارفع الطلبة لي. يا كل إنسان في كل ركن في العالم، والرب حيصنع العجب، سنرى عجبا. أمين أمين. إن بكريستوس إيسوس بين شويس اسمه إيريني باسي جيتو بن الماتي إيسو مارين شبه موتون تطفين بري فربستاني بن نوتو فيوتين بن شويس أوه بن نوتو بن سوتي ريسوس بخريستوس جافرس كي باسي نقونا فرسينا فارحيرون اف شوب تنير اف اف جاسن اف تتين اف انتين شريطا اي اونو ساي انصوف اون مارن تروف او بس انتف اره ايرون خم بايس او افاي نمني او تيرن تبن ان كن هرن افين شبه بان تقراتو او ريب شوي سيبت نوت روز بك ساستي ايسو ميف افشي سفنو تبي بانتو كراتور اف يوتن بن شويسو بن نوتو بن سوتيرسو اوز بخريستوس نشكرك كل حبيب نفسه ترتنا عنا حفظنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وتيت بنا أولك يرحمنا الله ويطراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالنا خطايانا يا رب لازم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس في اليوم حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تربور في الشيطان وعن سعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصلاحات والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت يا رب الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر خطايانا يا رب ارحم تاهد بالمراحم والرافة تشفيه انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سوء
وأمراض تردهم إن أبتهم تروحين في الأمراض قم معزهم والمعذبون من الأرواح أعتقهم جميع عبودية مرة أعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحب وتقيم الساخطين عن صغير القلب العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطي يا رب رحمة أعطي راحة أعطي برود أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفران خطاياها وأثامها ونحن أيضا فيها لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا بخلاصك يا رب رحم. أيها الإله الحقيقي وحدك الذي لا شريك لك أنت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي الشعب هو أمس واليوم إلى الأبد وأنت حاضر معنا الآن اغفر خطايانا اشفي أمراضنا ليس لنا ليس لكن لإسمك أعطي مجدا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماء ليأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ما نغفر أيضا للمؤمنين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع لأن لك القوة والمجد إلى الأبد آمين. كل اللي رفع طلمة في أي ركن في العالم يثق ويؤمن ويصدق إن الرب سمع حسب حكمته وسنرى عجبا هنسمع من كثيرين من كل ركن في العالم إن الرب يصنع العجب ويصنع المعجزات. أما عن اللي عليهم شياطين مأسورين أو في أي ركن أقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي نأمر كل حاربة أو ساكنة في الأجساد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها كل سحر كل عمل تقطع كل مات تبطل كل المحاربات أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.